بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر موسم آسى ملقى الصالحين، هذا الموسم الديني الكبير، يعتبر موعدا لتلاقي كل الفئات، كل فئات الوطن مع جوانب متعددة من التراث الثقافي. هذا التراث كأنه أصبح رمزا لهذا الموسم نظرا لممارسته، خصوصا في هذه الأيام التي تلتقي دائما بذكرى أو بعيد المولد النبوي الشريف. ولهذا فملقى الصالحين هذا يعتبر جامعة، يعتبر جامعة للتراث الشعبي، يعتبر جامعة للتراث اللامادي بجميع تجلياته. وهذه اللحظة تعتبر من أحسن اللحظات، لأن اللحظة التاريخية التي يسجل فيها هذا التراث كتراث لامادي ضمن مؤسسة منظمة الإيسيسكو. ولهذا فإن من طبيعة الحال على أن ملقى الصالحين بجميع مكونات المجتمع المدني، سواء تعلق الأمر بالإداري أو المنتخب أو الثقافة إلى غير ذلك، يعتبر ذلك نجاحا كبيرا لتتم تسجيل هذا التراث اللامادي ضمن منظمة الإيسيسكو حفاظا عليه، لأنه لولا التسجيل لما استطاع أن يصمد في هذه المدة الطويلة. وعلى كل حال قد تكون هناك أزمنة قد يتلاشى لأنه شفوي، ولكن هذا التسجيل يضمن صيانته من جميع المؤثرات التي نعلمها جميعا، وهي المؤثرات التي أصبحت الآن تطغى على المشهد الاجتماعي في جميع البيوت وفي كل التجليات. إذن هذه اللحظة لحظة تاريخية لتسجيل التراث اللامادي لملقى الصالحين تراثا ضمن منظمة الإيسيسكو.